نقوم في صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعمال حقوق الإنسان للجميع والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال العمل على قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى هي محاربة العنف الموجه والمسلط على النساء والفتيات بالمنطقة، والقضية الثانية هي محاربة الممارسات الضارة وخصوصاً تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يعرف بختان الإناث، بالإضافة إلى ظاهرة زواج الأطفال. كما نقوم في الصندوق بالعمل على تكريس وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين من منظور حقوقي، ونقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان بما يتعلق بالحقوق الصحية والجنسية والإنجابية في المنطقة العربية. نعمل دائما مع الشركاء مثل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتغيير وتعديل وإصلاح منظومة القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. فعلى سبيل المثال في مصر والسودان تم تغليظ وتشديد العقوبات المتعلقة بختان الإناث، أما في الصومال تم استحداث مشروع قانون لتجريم هذه الممارسة الضارة. كما نعمل مع المراكز الأكاديمية على إعداد الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات التي تتعلق بموضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال وختان الإناث. كما نقوم أيضاً بالتنسيق مع العديد من منظمات الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال نقود بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف البرنامج الدولي لمحاربة ختان الإناث. وعلى مستوى آخر نقدم الدعم للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما نقوم بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الشركاء من الأمم المتحدة بتقديم حزمة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.